الوغ اليوم غنحاولوا نهضروا على طريقه صحيحه باش نغسلوا سناننا. شحال واحد كيقول لك كنغسل سناني وكتهرب لي اللحم على سنان، عندي مشاكل في اللحم كيخرج لي الدم واخا كنغسل دائما. بارفو هذيك الغسيل هذا كيكون اغريسيف وكيضرب اللحم وكيضرب يعني بلا جونسيف وكيدير امراض، كتهرب اللحم كتولي الساني. دونك نحاولوا نديروا طريقه صحيحه باش ما ايفيتيو كاع لي بروبليم. الوغ باش نشوفوا الطريقه الصحيحه، اول حاجه خصنا اون بروس ادون اي ان دونتيفريس، يعني معجون اسنان وفرشه اسنان. فرشه اسنان كاين فيهم انواع على حسب هاد لي بغا، كاين لا سوبل لا ميديوم ولا دور. لا دور قاصحه بزاف دونك كتجرح اللحم، ايفيتي اونتر لا سوبل ولا ميديوم. شنو غنشوفوا على حسب اللثه ديال الانسان كيفاش دايره. جينيرالمون لا سوبل كنستعملوها من مورا اون شيروجي، من مورا ان امبلون ولا هذا، كتكون اللحم فشي بلاصه مريضه باش ما كنجرحوهاش كنديروا لا سوبل فهذيك لا بيريود ديال الجراحه ديال لو ريتابليسمون من الجراحه. لا ميديوم جينيرالمون هي اللي كيستعملوا الناس كلهم، هي اللي كيستعملوا لي بغان ميديوم، يعني بوغ كاع لي زادولت هادشي اللي كنستعملوا. لا سوبل كنديروا لها عندها لي بريسكريبسيون ديالها. الوغ دونك عندنا الفرشات معجون الاسنان كنديروا اون نوازيت، ماشي ضروري نديرو داك السف كله اللي كيديرو في الاشعار، دونك اون بتيت نوازيت. وكان اول حاجه الفم ديالنا ما كيكونش مسدود باش نغسلو، ما كيكونش محلول بزاف، كيكون اون بوش اونتروفيرت يعني شويه محلوله بحال هكا. دونك عندنا هاد الفك الفوقاني وعندنا الفك التحتاني، عندنا السنان الفوقانيين وعندنا السنان التحتانيين، خصنا نغسلو كلشي. دونك عندنا اربعه الجهات ما خصنا اون دو مونكي حتى شي بلاصه فيهم. دونك عندنا السنان الفوقانيين من على برا، و الى حلينا مزيان السنان الفوقانيين من الداخل، السنان التحتانيين من على برا، والسنان التحتانيين من الداخل. عاد عندنا لي طابلو كلوزال علاش كنعدو في الدراس، دونك هادو هما الاخرين كنغسلوهم. دونك حنا قلنا اول حاجه لا بوش اونتروفيرت. لا بروس ادون كيفاش غنشدوها؟ لا بروس ادون الوغ داك الغسيل بحال هكا سا سيغ ريان، لان لي باكتيري اللي عندي الفوق كنديهم لتحت واللي عندي لتحت كنديهم الفوق، وكلشي كيبقى في اللحم وفي السنان. ديك لو سيركولير بحال هكا سا سيغ ريان حتى هو، لان لي باكتيري كتبقى تدورهم في بلاصه وحده. دونك قلنا كنحلو فمنا كنمشيو مثلا نبداو بالفك الفوقاني. لا بوزيسيون ديال لا بروس ادون ما كتكونش هكا سور لا جونسيف باش ما كتجرحهاش، كتكون مايله واحد 45 دوغري، وكننزلوا هذوك لي باكتيري من لا جونسيف لي دون لا ساليف. علاش قلنا غنحلو؟ باش غيمشي داكشي مع اللعاب ديالنا. هذوك لي باكتيري الا بقينا سادين كيبقاو غير عندنا هنا، الا حلينا شويه لي باكتيري غينزلوا مع لا ساليف وغادي نيفاكيوهم في لو رانساج. دونك اول حاجه الا شفتي لي بغا ملي كنحطوهم على لا جونسيف، على الا حطيتي على يديك بحال هكا صافي ان بو مال. لا جونسيف اي بوكو بلو فين كو ليبيديرم ديالنا، دونك الا درنا بحال هكا سافا ايتر بوكو بلو دو، دونك با اغريسيف بالنسبه لا جونسيف. دونك غنميلو شويه هاد لا بروس ادون ديالنا وغنديرو بحال هكا، اون فا ايفاكوي بحال هكا بحال اللي كتشطب ما كتشطبش بحال هكا. دونك اون في سي لا ميم شوز، اوني اون ترين دو نيتواي لي باكتيري لي كاينين اون بوش. دونك كنديرو بحال هاد لو موفمون هذا ان بو بارتو، من لا جونسيف لي دون لا ساليف، من لا جونسيف لي دون لا ساليف. اون في لا ميم شوز على انتيريور، من لا جونسيف لي دون لا ساليف، يعني ما كنديروش العكس، لان الا درنا من لي دون لا جونسيف غندخلو لي باكتيري لداخل اونتر لا جونسيف et la dent et la racine. Donc le mouvement خصو يكون معكوس من الاحمر الى الابيض دائما، او من الوردي الى الابيض، من اللثه الى الاسنان، من اللثه الاسنان لا ساليف اون ايفاكو بحال هكا بارتو، ما نساو حتى شي سنه. ابري كنحلو مزيان كنديرو لانتيريور من اللحم للسنان لا ساليف لا ميم شوز بنفس الطريقه، لانكلينيزون ديال 45 درجه. كنزلو من بعد لتحت لا ميم شوز، من دائما من اللثه الى الاسنان، يعني دو لا ميم مانيير كندوزو على جميع الاسنان بحال هكا. ابري كنعاودو نحلو مزيان هذه البلاصه اللي قلنا كتركب فيها بزاف ديال لو تختر، لانها ديفيسيل داكسي لا بروس ادون، لانها قريبه لي غلاند ساليفير اللي كيفرزو لنا لي بروتيين ساليفير اللي كيكونوا لنا لا بلاك افيك لي ديبري اليمونتير. دونك هكا لا ميم شوز من الداخل بحال هكا، واحد 2 مينوت دو بروساج اونتر الفوق والتحت، دقيقه للفوق ودقيقه للتحت. ابري ملي كنساليو كنمشيو هاد لي طابل اوكلوزال اللي كيجمعوا لنا الماكله، وهنا كنقدروا نديروا لو موفمون سيركولير، هنا كنقدروا ندوروا هاد البلايص بحال هكا بغونلفي، لان هنا كاينين دي سيون
اللي كيدخلوا فيهم الماكله دونك باش نزولوا هذاك الشيء كنحاولوا نخدموا هذوك لي بارتي على الف ملي كنساليو لا بروسادو كتكون عندنا اون غرات ان غرات لونغ اللي كان اللي كنديروا به لا لونغ لا لونغ حتى هي فيها دي باكتيري كيل روتيير دونك كنغسلوا حتى لا لونغ ديالنا ابري اون برون لو فيل اي لي بروسيت دونك اللي عنده لي زيسباس بزاف ما بين سنان كياخد لي بروسيت وكي ينقي هذيك البلايص يعني كيخرج هذيك الماكله اللي بقات عنده اونتر لي دون دونك ملي غنساليو لي بروسيت كناخذو لو فيل كناخذوه بيان سور اون بون ميثود ما كيخصناش نابيو بزاف باش ما نجرحوش دونك كناخذو القدر اللي غيكفينا باش نلويو على اليمين وعلى اليسار ابري كندخلو لو فيل كوم سا اي اون لو ميتريز حنا كندخلو ماشي كن لان الا دخلتي بزاف غتجرح لا جونسيف خصنا ننزلو افيك ان ابي ونطلعو ونخرجو هذيك الماكله اللي بقات دونك كندخلو كوم سا وكنخرجو الا دخلت بزاف غتسال فاسيني لا جونسيف غادي تخرج لي بالدم وغادي نجرحها دونك غادي ننزل ونخرج هذيك الماكله نزل ونخرج هذيك الماكله نزل ونخرج الماكله بور لي زيسباس الكبار دونك عندنا دي بروسيت انتردونتير اللي كندخلوهم اونتر لي دون الوغ هنا ما عنديش لي سباس هنا مثلا كتدخل لا بروسيت وكتخرج بها هذاك الشيء اللي بقى ابري اون سيرانس دونك بور لي باند بوش كاين الناس اللي كيستعملوا لي باند بوش بطريقه يوميه هذا خطا اللي بغى يستعمل باند بوش بطريقه يوميه خصو يكون ان باند بوش اللي ما فيهش كلوريكسيدين اللي ما فيهش اللي يكون اوزاج كوتيديان كاينين دي باند بوش اوزاج كوتيديان غير ماشي شي واحد اللي غيعطيه الطبيب ديالو ان باند بوش من مورا اون جينجيفيت مثلا عنده انسينيوم ويعطي ان باند بوش اللي هو علاج اوزاج ثيرابوتيك ويمشي يبقى يستعملو دائما لا هذاك العلاج المده ديالو 15 يوم وكنساليو دونك لي بغى يستعمل ان باند بوش يدوا شوازير ان باند بوش يسول الميدسان ديالو غيكتب له ان باند بوش اوزاج كوتيديان دونك فوالا